الجزء الرابع من سورة البقرة، شمولية العبادة في الحياة، من الآيات 153 للآيات 253، ويشمل أربع أجزاء. الجزء الأول الابتلاء وحديث عنه، من الآيات 153 للآيات 158. الجزء الثاني الحياة والعبادة، من الآيات 168 للآيات 219. الجزء الثالث الأسرة وأحكامها، من الآيات 220 للآيات 242. الجزء الرابع هو قصة جالوت وطالوت وأثرها في الاستجابة، بالآيات من 243 ل 253. إذا أخذنا الموضوع الأول في الجزء الرابع الذي يتناول شمولية العبادة في الحياة، وهو موضوع الابتلاء، الآيات من 153 ل 158، نعرف فيها أن الصبر من مكارم الأخلاق ومن المبادئ والقيم الاجتماعية. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وهنا الدفاع عن المبادئ والحق والجود بالروح في سبيل ذلك يجعلنا أحياء لا نموت أبدا بل نستشهد ونظل أحياء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والحديث عن الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكرا عليم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. الصفا والمروة والحديث عنها في موضوع الابتلاء، لأن الصفا والمروة كان ابتلاء شديدا للسيدة هاجر ولابنها إسماعيل. وعندما نقول دحي شعائرهم فإننا نتذكر أن الله دائما مع المؤمنين، والحب كله لا يكون إلا لله، ولا ينبغي أن تحب غير الله. ولا تشغلنا فتنة آباءنا وأولادنا ونضعهم أولوية الأولوية دائما المطلقة لله. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا قرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. التبرؤ من بعض أولى بنا ألا نتبع حتى نتبرأ من بعض في الآخرة. الجزء الثاني بعد موضوع البلاء هو الحياة والعبادة، ونجد حديث عن الطعام. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يهمني كلمة خطوات الشيطان، وذلك لأن المعاصي لا تتم مرة واحدة وإنما تدرج من البسيط إلى الكبير، وهذا مبدأ اجتماعي هام وهو التدرج في سلم المعاصي. لذلك لابد من سد الذرائع أول بأول. وإذا قيل لهم اتبع
اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أو لو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. الآية في كراهية الاتباع والتقليد، وعلينا إعمال العقل في سلوكنا وليس اتباع أعمال التقاليد. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هنا الحديث عن الطيبات ما رزقنا، الحديث عن الطعام وعن الحرام من الطعام وعن الحرام المعنوي من الطعام، وهو كتم ما أنزل الله والاشتراء به ثمنا قليلا. أولئك يأكلون في بطونهم إلا النار، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. البر ليس في تحلي القبلة، ولكن في الإيمان وتصديق الإيمان بإتيان المال بكل حب لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، ثم بعد ذلك الصلاة وتصديقها بالزكاة والوفاء بالعهود والصبر، وخصوصا حين البأس. ثم الحديث عن القصاص. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وآداء إليه بإحسان، ذلك تخفيفا من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الحث على العفو في القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كلما فات كان مبادئ تؤثر في العلاقات الاجتماعية، أما هذه الآية فهي تشريعية في فرض القصاص والترغيب في العفو. الوصية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إذا ترك خير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وهنا نجد شرعية الوصية في الإسلام، ولكن الآية منسوخة في الحكم. فمن بدله بعد ما سمعوا إنما اسمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فإصلاح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. ثم يأتي الحديث عن الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خيرا لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أياما أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وبعد ذلك وبعد الاستجابة للصيام والصيام في شهر رمضان، إذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل فقل إني قريب، بل قال إني قريب دود فكل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباسا لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا
الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. والآية في العلاقات الزوجية والزوج والزوجة ستر لبعضهم البعض ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. تحذير من أكل الحقوق والأموال وتحذير من رشوة الحاكم حتى يسمح بأكل الأموال. ثم بعد ذلك يأتي الحديث عن الأهلة. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج يسألونك عن الأهلة كل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من زورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفرحون. البر دائما في إتيان البيوت من أبوابها أي البر في الوضوح والشفافية. ثم يأتي حديث عن القتال في الأشهر الحرم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ثم بعد ذلك يأتي الحديث عن الإنفاق وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ولاحظ هنا لا تعتدوا الفتنة أشد من القتل لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وكذلك فإن في آية الإنفاق أتى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فالذي لا ينفق والبخل يؤدي إلى التهلكة فالذي أهلك أقوام قبلنا إنما كان البخل. ثم يأتي الحديث عن أحكام الحج والعمرة وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا آمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن كان لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الوسطية في الإسلام نحن ليس أهل دنيا ولا أهل أخرى نحن نبتغي ونريد الاثنين معا أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صنفان من الناس من حيث الاستجابة لأوامر الله من ناحية ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإسم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. العبرة ليس بالكلام وإنما بالفعل والذي يفسد في الأرض ويهلك الحرث والنسل مهما كان كلامه حلو هو من الفاسدين وإذا تم نصحه لا ينتصح وهو معاند فمصيره جهنم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الأمر بالدخول في السلم كافة وعودة للحث على القتال يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه
لكم عدو مبين. وهنا نلاحظ الترغيب في السلم، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم أتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهنا تعامل مع الاختلاف بين الناس. ضرورة البلاء، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا أن نصر الله قريب. والدعوة إلى الإنفاق، يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. القتال، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام، قتال فيه، كل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردونكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ثم حديث عن الخمر والميسر والتدرج في تحريمهم وليس مرة واحدة. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ثم يأتي الجزء الثالث في الجزء الرابع، وهو الحديث عن الأسرة وأحكامها من الآيات 220 للآيات 242. أولا الإشارة لليتامى في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير وإن تخالطونهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ثم كيفية اختيار الزوج، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خيرا من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ثم حديث عن المحيض، ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإن تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ونساءكم حرص لكم، نساءكم حرص لكم فآتوا حرصكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ثم أحكام يمين، ولا تجعلوا الله عبرة لأيمانكم إن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم. ثم حديث عن العدة، للذين يولون من نسائكم تربصن أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. ثم حديث عن الطلاق، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. عدة المطلقة والإصلاح، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعلوتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. أن إمساكم بمعروف أو التسريح بإحسان، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهم شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به تلك حدود الله
فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ثم حديث عن المحلل، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة ويعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجا إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلك أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الطلاق بعد كتابة العقد وقبل الدخول. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تبار والدة بولدها. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفسا إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. عدة المرأة والذين يتوفون منكم ويزرون أزواجا يتربصون بأنفسهم 14 و10، فإن بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهم بالمعروف، والله بما تعملون خبير. خطبة النساء، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهم، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجل، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. الطلاق قبل الدخول. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تقرضوا لهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإذا طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا آمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويزنون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهم من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلع على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذي حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحيا. بعد ذلك الجزء الرابع من هذا الجزء الرابع، وهو قصرة. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبناءنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية ممن ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اخترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوره هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله
كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ثم الجزء الثالث من القرآن. يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. انتهى الجزء الرابع من سورة البقرة عن شمولية العبادة في الحياة وليس اقتصارها على المساجد. فكما رأينا الحياة تدخل في الأسرة وفي العلاقات الزوجية وتدخل في الطعام والشراب وتدخل في كل شيء في الحياة. فالإسلام دين حياة وليس فالإسلام دين حياة وشمولية العبادة في الحياة فهو ليس فقط مجموعة من الطقوس تؤدى.